أذكر لكم قصة. امرأة تعمل معلمة وزوجة لرجل أيضا رجل معلم وملتزم، وهي ملتزمة من بيت التزام، أبوها رجل صالح وهي صالحة، تخرجت من الجامعة وعملت معلمة وتعاونت هي وزوجها وبنوا لهم فيلة وأنجبت 4 أبناء ولدين وبنتين، كانت تعيش حياة مستقرة ذات دين، لكن دمرها الجوال. كيف؟ جاءتها إحدى الجيران من السيئات وشربت عندها القهوة والشاي وجلست تتكلم بالتليفون، سمعت هذه ويتكلم كلام عاطفي، كلام يعني يميل له الإنسان. قالت: من تكلمين؟ تحسب أنها تكلم زوجها. قالت: أكلم صاحبي. قالت: إيش صاحبي؟ ليش صاحب؟ ما ليش أنت متزوجة؟ قالت: إلا متزوجة، لكن كلام بس نبغى ننفس عن أنفسنا، يعني ندردش. يقولون إن اللي ما تدردش إنه يجيها مرض نفسي. وبدأت تلقمها، قالت: أنا أشوف إيش أختي، وأنتي طبيعية، أنتي مشغولة في الصباح وزوجك مشغول في الدوام، ويجي زوجها يجي بعد العصر يصلي في المسجد ويخرج يشيل شنطة فيها قهوة وشاي ويروح معرض السيارات يبيع ويشتري إلى العشاء، ويجي يتعشى وينام، هذا برنامجه، ويتعاونون على الحياة، برنامج منظم. قالت لها: زوجك ما يقعد معك، دردشي يا بنت الحلال، كلام أيضرنا. بدأت تستحلل الكلام. قالت: تبغين أعطيش واحد دردشين معه؟ إيوه. قالت: خذي ذا الرقم، أعطيها رقم إنها تدق، واستلمها المدردش هذا. وطبعا هذول المدردشين أصحاب احتراف، يعرفون كيف ينخلون قلب المرأة ويذبحونها بالكلام. ودردشت معه، دردشت، وأخيرا وقعت في شباكه، وبدأت هي اللي تتصل. بعد فترة مارس عليها ضغطا حتى ترسل صورتها، فأرسلت صورتها وهددها، قال: إن لم ترسلي لي صورة، شوفي كل مكالماتك مسجلة عندي، برسلها لزوجك. وطبعا من يهن يسفل الهوان عليه، اللي مهرول مهرول خلاص هرولت. أرسلت الصورة، بعد فترة يمشاف صورتها طمع فيها، قال: لابد انك تخرجين معي. قالت: انا ماني من اهل الخروج، انا امرأة دينة، انا ابويا واهلي واسرتي، انا بس دردشة ما تصل ذا الكلام. قال: الا انا ميت فيك، انا انجن عليك، والله تخرجين ولا ارسل صورتك لزوجك. قالت: طيب وش تبغى مني اخرج معك؟ قال: بس تمشي تركبين في السيارة ونروح نشرب لنا كوب شاهي أو حليب ولا نسكافة في أي مكان وخلاص بس. قالت: شوف أنا امرأة أنا. قال: والله ما تشوفين إلا بس إني بس دورة كذا ونرجع. وكانت القاتلة وعدتها يوم من الأيام على أن يأتيها بعد صلاة العصر في 5:00، وهي التي تخبرني بهذه القصة تستفتي، تقول زوجها من عرفتها، تقول يخرج 4:00 من الصلاة يأخذ شنطته ويروح ولا يجل العشاء، ما يمكن أبدا يوم من الأيام رجع عليه. قلت له: 5:00. تقول: طبعا جاني 5:00، دق علي بالتليفون قال: أنا عند الباب. تقول: وأنا قد تزينت، إيش بتنزل مع واحد تنزل فيها بعادية، تزينت وتعطرت. تقول: وفي تلك اللحظة التي فتحت فيها الباب وإذا بزوجي يوقف سيارته، جاء يأخذ أوراق نسيها في جيبه، طالع في مرته وإذا في واحد قد فتح لها الباب، حتى قد فتح لها باب قدام تركب. يقول: طالع إيش المنظر هذا، شافته عرفته، دخلت. لما دخلت هذا عرف
إن هذا زوجها ولا أخوها ولا شيء، قفل الباب ويشرد. دخل الرجل على مرته، فين رايحة؟ ما عرفت تقول شيء. طيب هذا من هو اللي قاعد فاتح لك الباب وانت هو ينتظرك؟ ما عرفت تتكلم. قال تكلمي علميني. طاحت بين رجوله تبكي، قالت والله ما خنتك، والله ما أعرفه، والله ما حصل مني جريمة، والله والله. قال علميني، علميني بالطريقة كلها صدق. قالت تعاهدني انك تسمح لي. قال اسمح لك بس قولي صدق. قال طيب ادخل. دخل هو في البيت، راح مكتبته وجاب المسجل حطه في جيبه، قال اعطيني ولا تكذبين. اعطته الحقيقة. قالت جتني مرة ودردشت عندي وعلمتني بواحد، دردشت معه وضغط علي انه لازم اخرج معه ولا يرسل لك صورتي وتذبحني. فقلت اخرج معه عشان اسلم شره، ولا والله ما نيتي اخونك ولا نيتي اقع في شيء من الشر. قال طيب يلا قومي. وين؟ قال نروح لاهلك. ليش؟ قال نكمل اللازم هناك. بغى تفسخ؟ قال والله ما تفسخين ولا شيء، خليك كما كنت. اخذها قالت اولادي اخذهم. قال قد خليتيهم اولادي، هين تاخذينهم؟ انت خليتيهم قبل شويه، ليه ما اخذتيهم معك قبل شويه؟ امشي. ركبت في السياره، بغت تركب قدام، قال والله ما تركبين قدام، قدام اركبي معه، اما انا وراء اركبي. ركبت وراء، اتصل بالتليفون على ابوها واخوانها اثنين، قال الان انتظروني في البيت انا جايكم. جو ودخلها عليهم وقال المساله هذه بنتكم وبضاعتكم ردت اليكم، وهذا عذري، قلنا يفتح المسجل. يوم غلق المسجل أبوها صدم، أمها صدمت، لأنهم يرونها المثال والقدوة، واللي ما عرفوها في حياتها خائنة، وهي فعلا ما هي خانية، لكن من اللي خونها؟ ألو، هي نعم، البلاء والموت، التليفون، هذا الذي دمر نساء المسلمين، هو سلاح ذو حدين. نفعنا صح ان انتفدنا بالتليفون، لكن ايضا اوجد كوارث. ويوم غلق قالوا هذه ورقه منكم، بنتكم مطلقه بالثلاث، ما تصلح لي، القاه بكره داخل البيت يذبحني ولا اذبحه، الا مع السلامه. طبعا خرجوا من عندهم، والام طاحت مسكينه، ما كانت تقول والله ما كانت تسلو مني يوم من الايام اللي لازم تكلمني. والاخوان اثنين دخلوها في غرفه وراحوا السوق جابوا لهم ثنتين عصي خيزران ودخلوا عليها وادبوها تاديب، ما تركوا فيها، تقول ما تركوا فيها صمتي واحد الا انجحوه. وفي اليوم الثاني ذهب ابي وقدم استقالتي من التعليم، وفرضوا علي الاقامه الجبريه في هذه الغرفه، ولي الآن تقول لي 4 أشهر والله ما كلمتني أمي بكلمة، تقول أسمعها وهي تخرج وتمشي وأنا في الغرفة أصيح لها من تحت الباب يا أمي يا أمي، ماني أمك. تقول والآن خسرت زوجي وخسرت بيتي وأطفالي وأمي وأبي وإخواني وظيفتي، خسرت كل شيء. أنا أقرأ تقول القرآن بالليل والنهار، بس المهم عندي ألا أخسر آخرتي، فهل لي توبة يا شيخ؟ قلت لها منو تليفون هذه؟ من أعطاش التليفون؟ برضش بالتليفون؟ قال التليفون خادمة. تقول رحمتني وأنا أبكي بالليل والنهار، أعطتني التليفون عشان أسألك. طبعا لمتها وعاتبتها وقلت لها قد أخطأت خطأ كبيرا وخطأ قاتلا، ولكن رحمة الله واسعة، وإذا صدقت في توبتك فإن الله عز وجل قد وعدنا بقبول التوبة. وقال قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله. هذا ظلم من المرأة، الرجل يكد
ويشتري ويقضي ويبني ويستاجر ويخليك في البيت وانت تروحين تكلمين الرجاجيل؟ ايش هذا؟ اعظم خيانة، اعظم ظلم. لا تكلم رجل ولا تكشف على رجل ولا يدخل بيتها رجل ولا تقف امام رجل، والا وقعت في الظلم، وهو اعظم ظلم ان يظلم الرجل في عرضه.